أحبائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معا دروس اللغة العربية الفصل الدراسي الثاني. درسنا اليوم عن علامات الترقيم. أخذنا قبل ذلك أن علامات الترقيم هي علامات توضع بين الجمل وبين الألفاظ لتنظيم هذه الجمل وهذه الألفاظ حتى نفهم المعنى بسهولة، حتى يستطيع القارئ توصيل معناه بسهولة، وحتى يستطيع المستمع أن يفهم بسهولة أيضا. درسنا اليوم عن النقطتين علامة الاستفهام القوسين المزدوجان. في بداية الشرح عندما يقول والآن نتأمل الفقرة أو الفكرة الآتية، قال أصيل. ماذا وضعنا بعد قال أصيل؟ قال أصيل وضعنا بعدها نقطتين، أي أننا نضع النقطتين بعد القول. بعد القول قال أصيل، قال أحمد، قال محمد، قالت ميار. عندما نقول قال أصيل نضع بعدها نقطتين، يبقى نضع نقطتين بعد القول، بعد لفظ القول. قال أحمد، قال عبد الرحمن، قالت ياسمين، قالت ميار وغيرها. عندما نقول قال فلان نضع بعدها نقطتين، يبقى هنا استنتج النقطتان توضعان بعد جملة القول. النقطتان توضعان بعد جملة القول. نأتي بعد ذلك إلى علامة الاستفهام. علامة الاستفهام عندما نسأل سؤال نضع في نهايته علامة استفهام، كما نقول في الشرح وما الذي استفدته من تأملك، نضع في نهاية السؤال إيه؟ علامة استفهام. يبقى علامة استفهام تدل على الاستفهام وتوضع في نهاية السؤال. علامة الاستفهام توضع بعد جملة استفهامية، توضع بين جملة استفهامية. نأتي بعد ذلك إلى القوسين المزدوجين. القوسين المزدوجين هما يوضعان أو يرسمان إذا أردنا نقل الكلام حرفيا، إذا أردنا نقل الكلام حرفيا، كما نقول ما الذي رسم على جانبي الجملة؟ نضع قوسا ونقول تعلمت ألا آخذ علما إلا بعد أن أثبت، ونكمل باقي الجملة ونقفل القوس ونغلق القوس ونرسم هنا قوسين مزدوجين. يبقى القوسين المزدوجان إذا أردنا أن ننقل كلام عن أحد، هذا الكلام لا يوضع بين الكلام الذي أتكلمه أنا، ولكن يجب أن أميز بين كلام هذا الشخص وكلامي، فأضع قوسين حتى أميز الكلام المنقول حرفيا. يبقى يوضع أو توضع القوسان أو يضع الكلام المنقول حرفيا داخل قوسين، داخل قوسين حتى أميز أن هذا الكلام كلام منقول حرفيا. كما يقول هنا استنتج أو استنتج القوسين المزدوجان يستعملان لنقل كلام منقول حرفيا. نأتي بعد ذلك إلى التدريبات. أضع علامات الترقيم المناسبة في أماكنها. قال أصيل بعد فعل القول أو بعد كلمة قال نأتي بنضع نقطتين، نضع نقطتين في هذا القوس. الآن أدركت سبب ارتدائك الريشة، الآن أدركت سبب ارتدائك الريشة. أردت أن تجرب، أردت أن تجرب، نضع هنا فاصلة، أن تجرب الطيران. أليس كذلك؟ أليس هنا همزة استفهام، همزة استفهام يعني هذه الجملة سؤال، هذا سؤال وليس جملة، هذا سؤال، فنضع في نهاية السؤال إذا كان عندي علامة استفهام وعندي همزة أضع في نهاية السؤال علامة استفهام، وضع هنا علامة استفهام. يبقى هنا نضع نقطتين يعني بعد القول نضع نقطتين، ثم هنا جملتين ربط بينهما بفاصلة، ثم بعد ذلك في نهاية السؤال نضع علامة استفهام. رد مبتهجا من ذكاء أصيل. رد مبتهجا، رد مبتهجا، كلمة رد مبتهجا يعني قال، يعني رد يعني قال، نفس المعنى، معنى قال. فرد أي قال، نضع بعد قال أو رد نقطتين، نقطتين. رد مبتهجا من ذكاء أصيل، نعم يا بني قمت بملاحظة الطيور وسباحتها في الفضاء الرحب، فعمدت إلى لتقليدها بالتجربة العملية. هنا ربط جملة وجملة، فاتخذت جناحين. الربط بين جملة وجملة أو بين كلمة وكلمة بنضع فاصلة، بنضع فاصلة. فاتخذت جناحين من الحرير لمثانته، لمثانته في النهاية انتهى من الجملة، وفي آخر الجملة نضع نقطة، نضع نقطة.
السؤال الثاني، أرتب الجمل الآتية لكون قصة وأضع بينها علامة أو علامات الترقيم المناسبة. ثم تناول طعام الفطور، استيقظ عبد اللطيف من نومه، توضأ وصلى الصبح، نادى أمه قائلا: بعد أن سمع جرس المنبه يرن عند الساعة 7 صباحا، فجهز حقيبته ولبس زيه المدرسي. صباح الخير يا أمي، ودعته أمه ودعت له. وهذه جمل منفصلة عن بعضها البعض وغير مرتبة، مطلوب منك أن ترتبها في كراسة الواجب، وهذا يعتبر درس، هذا يعتبر واجب سوف أراه إن شاء الله في المقابلة التالية لي معكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.